الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد، ونستكمل حوارنا بمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت. أهلا بحضرتك مرة تانية. حابين نتعرف أكثر على مدينة المعرفة اللي سيتم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة. التصميمات تبدو رائعة، لكن نحب طبعا نعرف التفاصيل من معاليك. تمام، هي الحقيقة أنها يجري إنشائها لأنه بالفعل إحنا بصدد إنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة. خلينا نقول مدينة المعرفة هو مشروع يكرس كل استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعكس أهم مستهدفاتها ومراميها. مدينة المعرفة ستضم كل عناصر منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من جهات بحثية، من جهات أكاديمية، من جهات تدريبية، من شركات عالمية، من شركات محلية ضخمة، شركات صغيرة ومتوسطة، حضانات أعمال، أماكن لاكتذاب صغار المبدعين ورعايتهم. كل أنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعناصره المختلفة متمثلة في هذا المشروع الضخم. المدينة مقامة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا أيضا في حد ذاته رسالة قوية لاهتمام الدولة بهذا القطاع وبهذه المنظومة، أن المدينة أمام محطة القطار في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. المدينة مقامة على 220 فدان. نبدأ في 2020 إن شاء الله بالمرحلة الأولى اللي في قلب المدينة، وسأتعرض لها بالتفصيل، ولكن يمكن في البداية أشرح أهم محددات التصميم التي رعيناها. المحدد الأول أنه التصميمات تجمع بين الأصالة والهوية المصرية، فكلها تعكس الخطوط الفرعونية في المعمار، ولكنها رسومات وتصميمات معاصرة تعكس المعاصرة وطبيعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. العين لا تخطئ طبعا، زهرة اللوتس هنا في المنتصف شكلها رائع جدا. تمام، ودي البحيرة اللي في منتصف المدينة على شكل زهرة اللوتس. المسطحات المائية روعي فيها عدد استخدامات أن تكون للمظهر، وأيضا هي مخازن للمياه لمقاومة الحرائق لا قدر الله، فلها أكثر من وظيفة. أيضا روعي في التصميمات أنه السيارات التقليدية لا تتحرك داخل المدينة، فقط تدخل للانتظار في جراجات تحت الأرض، ولكن التحرك داخل المدينة إما بالدراجات أو بالسيارات الكهربائية أو بالدراجات الكهربائية التي يتم استدعائها من خلال تطبيقات المحمول مثلما نشاهد في الدول المتقدمة. المدينة أيضا موقعها متميز ليس فقط لتمركزه في منتصف العاصمة، ولكن لجيرانه. هناك على اليسار هنا عمارات ومنطقة معيشية يمكن أن تخدم المدينة، هنا الجامعة الكندية، هنا منطقة التجارية ذات المباني شاهقة الارتفاع. فكل جيران المدينة يخدمون أنشطتها واستخداماتها. لو انتقلنا ربما هنا لهذا الرسم، هذا هو المدخل للمنطقة المرحلة الأولى من المدينة التي بدأنا بها بتكلفة استثمارية حوالي 2.5 مليار جنيه. هذه مرحلة تضم أربع مباني رئيسية. المبنى الأول نراه هنا هو المبنى الأيقوني للمدينة، وهو مركز البحث والتطوير والإبداع. ماذا يمثل هذا التصميم؟ يمثل أشعة الشمس، ويمثل نرى الخطوط المستخدمة في التصميمات الفرعونية. هذا الجدار في الأمام سيكون مضاء وخلفه زجاج ورسومات فرعونية تعكس الأبحاث التي قام بها قدماء المصريين في مجال القياس وتخزين المعلومات، لأنه يعني مرتبط بقطاع الاتصالات جداً، لأنه قدماء المصريين لديهم باع في تخزين المعلومات والاستفادة منها. لو انتقلنا إلى المباني الثلاث الباقية، أول
مبنى هو مبنى التدريب، ومبنى التدريب يضم معهدي التدريب التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معهد الاتصالات معني بإقامة دورات وتدريب الشباب على علوم وتقنيات الاتصالات. لدينا مثلا نشاط مكثف الآن لزيادة عدد التقنيين العاملين في مجال صيانة وتركيب كوابل الألياف الضوئية، نظرا لما تطلع به الوزارة من توصيل عدد ضخم من هذه الكوابل، تستلزم يعني أيدي عاملة وتوفر فرص عمل. أيضا هناك معهد تكنولوجيا المعلومات الذي يرفع الطاقات ويدرب الشباب على مختلف روافد تكنولوجيا المعلومات. المبنى الثالث هو أكاديمية التكنولوجيات المساعدة. في هذا المبنى نقوم بأبحاث وتطوير لتطويع الوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة ذوي القدرات الخاصة على مجابهة التحديات المفروضة عليهم، سواء ذوي الإعاقة الذهنية، إعاقة التخاطب، الإعاقة السمعية، البصرية. لكل نوع من هذه الإعاقات وسائل تكنولوجية تساعد ذوي القدرات الخاصة على مجابهة هذا التحدي وإعادة دمجهم في المجتمع وزيادة فرص إيجاد وظائف لهم وقدرتهم على الكسب وعدم الاعتماد على الغير. المبنى الرابع هو بالفعل في منتهى الأهمية، لأنه هذا المبنى هو المقر الرئيسي لأول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إفريقيا والشرق الأوسط، نقيمها في مدينة المعرفة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. هذا المبنى سيضم المرحلة الأولى من الجامعة، إن شاء الله في المرحلة الثانية سنقيم 4 مباني لكليات الجامعة المختلفة، ويتحول هذا المبنى إلى مبنى للدراسات العليا وإدارة الجامعة. هذه كما قلت هي المرحلة الأولى من المدينة، إن شاء الله تنتهي في أي موعد؟ في 2020 بإذن الله. نهاية 2020؟ إن شاء الله في نهاية 2020 يعني المرحلة الأولى تنتهي، المرحلة الأولى بإذن الله، ونبدأ في المرحلة الثانية. طيب إذا رحنا مرة تانية للماستر بلان، الأجزاء الثانية في المشروع يعني لدينا منطقة خدمات، لدينا مجموعة من المباني منخفضة الارتفاع للشركات لاستخدامها في الشركات واستضافة بعض الأنشطة الريادية وبعض الأنشطة البحثية. لدينا منطقة أيضا للمباني المرتفعة لكي تتكامل مع المنطقة المتاخمة للمدينة، المنطقة التجارية كما ذكرت. فبعض المباني وشكلها المرتفعة زي العين المصرية القديمة بالضبط، نفس الشكل ونفس كل التفاصيل فيها، كل التفاصيل البعد الفرعوني لابد أن تعكس الهوية المصرية، بحيث أنه أي شخص يرى هذه التصميمات وصور لها في أي مدينة يدرك أنها في مصر. وهذا الأمر هام، أن تجمع بين الأصالة التي نفخر بها وهويتنا التي نعتز بها، ثم المعاصرة وقدرة مصر على مواكبة التكنولوجيات الحديثة. ماذا عن هذه المواقع؟ هذه المواقع للشركات العالمية العاملة في مصر لنستضيف مراكزها البحثية أو مراكز التميز التي تقيمها أو فروعها الرئيسية، لكي تكون مجاورة لحي الوزارات أو الحي الحكومي الذي يقام أيضا في العاصمة. هناك مكان للشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك مكان لمراكز البيانات أيضا. فكل زي ما قلت كل عناصر الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات ستضمها مدينة المعرفة بإذن الله.